مساء الورد يا أحلى متابعين. اليوم تغطيتنا مليانة خبرات وطاقات جدا قوية في مركز أسنان القطيف. موقعنا بالقطيف في شارع أحد، راح تلاقون هنا على يمينكم سعد الدين وعلى يساركم عالم الحلويات، راح تشوفونه في المدخل اللي أمامكم هذا. طبعا اللي يميز هذا المركز الجميل الطاقات البشرية كلها من أولاد وبنات البلد الكوف اللي خبراتهم مرة كبيرة في مجال الأسنان. الحين لعيادة الدكتور محمد العلبي، طبعا من مواليد القطيف وترعرع في القطيف، طبعا خبرة 10 سنوات ما شاء الله عليه في الطب العام. الحين برضو راح يورينا خبراته قبل وبعد، ونشوف الحين لقاء مبسط معه. خير، أنا الدكتور محمد العلبي، مركز أسنان القطيف. حابب أرجيكم شوي من حالاتي. في عندي هاي الحالة كان فيها اللثة ملتهبة والأسنان صغيرة، المريضة كانت حابة تعمل عدسات، ونحن الحمد لله بعد ما رسمنا اللثة بالليزر وعملنا بس عدستين لهدول السن وصلنا لنتيجة كتير حلوة. بنحاول بمركزنا أنه نقدم أفضل نوع من العلاج بأقل ما نحسن نشتغل أو نضر الأسنان، بحيث أنه ما نعمل مثلا لكل الأسنان عدسات أو نبالغ بالعلاج. نستخدم أحسن مواد وبنحاول نكون دائما متطورين قدر الإمكان. جينا الحين مع بعض إلى عيادة هاني النابلسي، دكتور طبيب عام ما شاء الله. طبعا هو الأول تواجد من ضمن الأطباء في هذا المركز، خبرته جدا طويلة وراح تشوفون حالات قبل وبعد. الآن معكم دكتور هاني النابلسي، خبرة 16 سنة، طبيب أسنان عام، موجود حاليا بمركز أسنان القطيف من سنة 2011، يعني صار لي تقريبا 11 سنة. حبيت بس ورجيكم حالة، هي من بعض الحالات اللي اشتغلناها، طبعا حالات شوي صعبة المعقدة. طبعا كان في عندنا عدة مشاكل عند المريض. أول المشاكل كان المريض عم يشتكي من سوء منظر الأسنان، فراغات بين الأسنان الأمامية، كان عنده في تلبيس سيء، عدم تناظر بمستوى اللثة، في تهدم الأسنان الخلفية وضياع باللثة. طبعا كان في عندنا عدة مشاكل عند المريض. أول المشاكل كان المريض عم يشتكي من سوء منظر الأسنان، فراغات بين الأسنان الأمامية، كان عنده في تلبيس سيء، عدم تناظر بمستوى اللثة، في تهدم الأسنان الخلفية وضياع بالإطباق. وطبعا ابتدينا أول شيء مع المريض من ناحية تحسين الصحة الفموية، من ناحية أول شيء التنظيف، تعايم المريض كيف التفريش الجيد، بالإضافة أنه بقى اتجهنا بعد منها لإزالة الأسنان المتهدمة غير قابلة للعلاج، وانتقلنا للمرحلة اللي بعدها اللي هي ترميم الأسنان، وآخر شيء عملية تلبيس الأسنان، بعض الأسنان صار فيها تلبيس. بالنسبة لهذه الحالة أخذت معنا تقريبا 2 شهر. طبعا أهم شيء هو التزام المريض، هو اللي ساعدنا أنه نخلص الحالة بسرعة، بالإضافة أن المريض ضل يتابع. هي حابب أني أنا أعطيها بس ملاحظة لبعض المرضى، معظم المرضى بيجوا بيعملوا علاجات للأسنان وتجميل للأسنان، وبننصحهم انه لازم المراجعة الدورية كل 3 شهور او كل 6 شهور لحتى نشيك على الاسنان، بس للاسف معظمهم خلاص بس يشوفوا اسنانهم تجملت بينسوا. فهذا المريض للحين بيتابع عندي كل 6 شهور، بيشيك على الاسنان، نتأكد انه ما في عندي اي مشاكل بالاسنان، ما في اي مشاكل بالعلاج، لا سمح الله في اي مشاكل الواحد بيتداركها من البداية، ما يتركها لحتى تتأخر وبعدين يصير الموضوع انه غير قابل للعلاج. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم معنا في مركز أسنان القطيف. الحمد لله مركز أسنان القطيف صار له 10 سنوات من بدء العمل فيه، فحرصنا من البداية من أول ما افتتح المركز أن يكون مركز متميز. فالحمد لله المركز متميز عند جميع المرضى اللي يجون يزورنا من خلال 10 سنوات الحين بالجودة، من ناحية النظافة ومن ناحية جودة في العلاج. مركزنا بالذات يمتاز في حاجة واحدة، أن احنا نعتني مو بس بالأسنان، بصحة المريض. يعني أي مريض يجينا لأول مرة لازم نقيس له مثلا العلامة الحيوية، الضغط، السكر، نتأكد أنه سليم، ما عنده مشاكل صحية قبل أن عند أسنانه. وإذا كان عنده مشاكل ولا حاجة يتعرض على الأسنان، قول له روح راجع طبيبك في المستشفى، عدل أمورك وبعدين يجي يتعالج. هذه احنا نتميز فيها مركزنا، ونركز الأطباء يركزوا على النقطة هذه بالذات. متكامل إلى عيادة الأطفال باستشاريين متخصصين في مجال طب الأسنان الأطفال. عندهم خصم 30% على الفترة الصباحية، وعندهم خصم 20% على الفترة المسائية على بعض الخدمات. راح نحط لكم البوستر وشوفوا الخدمات المقدمة لكم.